القلعة كانت وكرا لمن أرادوا نصب الأفخاخ لنا. سيد أرطغرل، أهالي المسيحيين قلقون بشأن عباداتهم، ونحن أيضا نتساءل ماذا ستفعل. وأخيرا قد رأينا هذا اليوم، نرجو من الله أن يديم النصر. آمين سيد أرطغرل، نحمد الله ونشكره أننا رأينا هذا اليوم. قادر على كل شيء. عش البيزنطيين كان ينشر بالأمس الشر والخوف، ودخله العدل وشرفه اليوم. حين قلت لي في السابق لن تستطيع أخذ القلعة، قلت لك سيرى الجميع بأنني أستطيع أخذها، وسحقت حكمكم، قضيت على قادتكم. قلعة كراجيسار وعرشكم أيضا قد أصبحوا الآن تحت حكمي أنا فقط. يجب أن نستسلم لأرطغرل. هذا الرجل قد قتل السيدة بهادير، فكيف نستسلم له؟ هذا غير ممكن، يجب أن نحاسبه على ما فعل. قد قتل بهادير، اللعنة عليك يا أرطغرل. يمكن أن نفتح أي مكان بالسيف، ونستطيع جعل ذاك المكان موطناً. والآن يجب أن نجعل هذا المكان موطناً لنا ونؤمن راحة الأهالي المسيحيين فيه. هذا صحيح سيدي، ولكي نجعل هذا المكان موطناً يجب علينا بناء مسجد ليصلي المسلمين فيه. حل هذه المسألة بسرعة يا بامسي، أحضر بنائين مهرة وافعلوا ما يجب فعله. بأمرك سيدي. يجب علينا توجيه أصحاب العلم إلى موطننا الجديد، كما يجب أن نبني لهم مدرسة حتى يتعلم الناس بها. معك حق سيد أرلوك، أفضل الطرق لبناء الوطن وبقائه مزدهرا هو العلم. يجب أن نحضر أصحاب العلم وأن نؤمن بقاءهم هنا مرتاحين مطمئنين. سيدي، نستطيع أن نجعل دار العمارة دار شفاء لأجل المرضى من الأهالي المساكين. أكبر هم للأهالي المسيحيين الضرائب، قالوا بأنهم كانوا يئنون تحت وطأة ضرائب البيزنطيين، وهم الآن خائفون من أن نكلفهم بضرائب إضافية. سيدي، ما رأيك بهذا سيد أرتوك؟ سيدي، أنت وضحت للأهالي أنك ستجعلهم يعيشون باطمئنان دائم، وعلى هذا يجب أن تكون بطونهم ممتلئة على الدوام، وهكذا سيطمئنون. الأفضل أن يبقوا مرتاحين، وهكذا سيظهرون الطاعة والإخلاص لك كحاكم لهم. وهذا رأيي سيد أرتو، ولهذا السبب سنخفف الجزية التي سنأخذها من الأهالي والتجار المسيحيين. عبد الرحمن، اذهب حالاً إلى السوق واجمع أهالي الروم، أخبرهم بأننا سنخفض الجزية عنهم. أمرك سيدي. سيد أرتوك، قبل أن تفعل شيئاً أريدك أن تتفقد جميع أوراق القلعة، فحتماً هناك أثر للتعاون الذي كان يحصل بين الأمير سعد الدين وأرس فيها. تفقدها كلها بدقة، الأمر مهم جدا. تحت أمرك سيدي، سأذهب حالا إلى مخزن الأوراق السرية في القلعة. شكرا لك. لتأتي ماريا معك، ستساعدك بقراءة أوراق الروم. سأفعل المطلوب سيدي. تفضلي، هذه هي آخر غرفة.
هذه الغرفة استخدمت للاستضافة لأن النوافذ كانت تطل على أرجاء القلعة كاملة. هذه القلعة كبيرة وستفعلون بها ما تريدون لأنها أصبحت لكم. آه يا سليمان شاه، ليتك كنت بيننا الآن لكي ترى هذا الفتح المبارك. عين يا رب، يا رب. أمي، أمي ماذا حدث؟ هيا ساعديها. ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ حفصة أخبري السيد أرتوك بسرعة. ابنتي توقفي، لا تذهبي، أنا بخير، تحسنت. أي خير يا أمي، أنت تتنفسين بصعوبة، فليرك السيد أرتوك. لا داعي يا ابنتي، تحسنت، أنا بخير. لقد كبرت في السن، هذا ما في الأمر. ابنتي حليمة. نعم أمي. الدنيا زائلة فانية، وإن حدث لي أي شيء قاربي بين دوندار وأرطغرل. اجمعي شمل الأخوة في خيمة واحدة، ولا تدعي نار الفتنة تبقى بينهم، واحذري من الغدر. ما الذي تقولينه؟ لا تقولي هذا الكلام، أدامك الله فوق رؤوسنا. ابنتي، أجل الإنسان سيأتيه لا محال، اليوم أو غدا. سيدتي، سيدي أمر بأن تنزلي إلى المخزن مع السيد أرتوك. من بعد إذنكم، أرجوك أن تنتبهي إلى نفسك أم هايمة. حسناً ابنتي، شكراً لاهتمامك. هيا نذهب، لدينا الكثير من العمل. هيا تعالي. أنا بخير، بخير ابنتي. Thank you.
تيتان. جاء أرطغرل وأنا أنتظرك. لقد خسرنا القلعة بسبب فشل مهمتك. لو كان من وضعته عند الممر السري متيقظا لما كنا في هذه الحالة. إياك أن تحاول التهرب من فشلك، فكل ما حل بنا بسببك. أنت مصاب. إصابتي لا تهمني، فلتذهب إلى جهنم. خانتني المرأة التي أحبها وقلعتي هدمت. حربنا لم تنتهي. سأضمد جرحك. حربنا لم تنتهي. سوف نعود مرة أخرى. سوف نهزمهم. وسوف نحاسبهم على ما فعلوه. خيرا عبد الرحمن. السيد أرطغرل قال لا تدخل أحدا. وأنا لست أحدا، ابتعد لو سمحت. سلطانة حليمة، أمر سيدي قطعي، لا تصعبي علي الأمر. فمهما حصل أنا لن أدخلك إلا بأمره. ماذا يحدث هنا عبد الرحمن؟ لا أعرف، لا أسمع، لا أرى. يا الله يا قادر على كل شيء، أنت العادل وأنت الرحيم وأنت الناصر للمظلوم وللمسكين. لا تحرمني رحمتك في هذه الدنيا يا رب، وأغثني وكن في عوني كي أعلي كلمتك. لا تجعل قلبي أسيرا بهذا العرش يا رب، لا تجعلني طامعا بمقام ولا منصب في دنياك الفانية هذه. فأنا أنتظر الرحمة منك فقط، ولا أنحني إلا لك. لا تجعلني أخضع إلى حيل الشيطان يا الله، ولا أتبع الأهواء وأعصيك وأنسى الآخرة. أعلم بأن النصر يأتي منك، وأعلم أن القوة تأتي منك، وأعلم أن الأمر لك أنت. فلا تجعلني من عبادك الغافلين، ولا تجعلني ناكرا لفضلك يا رب، ولا تجعلني ممن لا يشكرونك على النعم. يا رب لتكن روحي فداء لك، وليكن نسلي في طريقك. أرجوك أبقنا في ظل رحمتك دائما يا رب. Thank you.
خيرا سيدة ماريا، هل وجدت وثيقة مهمة؟ لا مع الأسف، كلها كتابات عادية. سيد أرتوك، تفحصتها كلها بتمعن، هل يوجد شيء ما تبحث عنه؟ فإن كان هناك شيء دعني أتفحصها وفقا له. لا يوجد شيء خاص أبحث عنه بين الأوراق، فلنستمر بالبحث فقط. إن وجدت شيئا مهما يكفي أن تقرأيه لي. بكل سرور. يا أبطال، أجيبوني، هل هذه القلعة الحجرية الكبيرة أأمن من خيام القبيلة؟ الحجارة أكثر أماناً قائد بامسي، أما الخيام ضعيفة. وما رأيكم أيها الأبطال؟ كلام جونكوت صحيح، أوافقه. هكذا، يا لأسف عليكم، أخطأتم. من الواضح أنه صعب جدا إقناعكم بعكس هذا الكلام. يا أبطال، إن من يحمي أي محارب هو قلبه أولا، ثم خيله وسيفه، ومن لا يوجد قلب لديه ولا سيف ولا خيل فلن يحميه حشر. سألتنا إن كانت الخيمة آمن من الحجارة، أما الجواب فليس له علاقة بسؤالك، فنحن نعرف هذا أيضاً. بالطبع، الحجارة أكثر أماناً من الصوف، لكن من يجلسون في خيمة الصوف هزموا من اختبأ خلف هذه الحجارة، ولذلك فإن قوة الحجارة لا تساوي شيئاً، وأصبح صوف الماعز أمتن منها. يا أبطال، الوضع يتغير حسب تغير الأمور، ويجب أن يعرف المحارب ما مقصد الكلام لا ظاهره، ويجب عليه أيضا أن يعرف نية السائل. لماذا نعاني من الأذى طوال الوقت؟ لما تم اختطاف غوندوز ابن سيدنا؟ ولماذا قد فقدنا أخونا دوغان وسامس ألب وكل من استشهدوا؟ لأننا لم نستطع أن نعرف النوايا، ولأننا لم نستطع رؤية الخائن، ولهذا عند أي سؤال يواجهكم يجب عليكم التفكير بالمعنى الحقيقي لهذا السؤال. فأنا بحاجة إلى الذين يرون خلف ما يظهر أمامهم، وإلى من يعرفون عقل عدوهم. يا أبطال، ضعف قوتنا وضعف تفكيرنا سيكون عبئا على سيدنا أرطغرل. إن جعلنا عقلنا يعمل جيدا فسنعرف ما مقصد أوامره. والآن سأوضح لكم في كل صباح ومساء كيف تبدأ عقولكم بالعمل لتعرف ما حولها. أتدركون ما أقوله لكم؟ نعم ندركه قائد بامسي ألب. فلتسلموا. ماذا يدور في عقلك؟ سوف نسترد القلعة أولا. أرسلت خبرا إلى حاكم بلاجيك، سيرسل رسولا، سيعرضون عرضا جيدا.
ألا زلت تظن أن أرطغرل سيخدع بعرضك؟ بالتأكيد لا، لكن هذا العرض سيضعه في موقف صعب بعد الآن، وهكذا أستطيع استدراجه للمساومة. أنت مستعد؟ للأسف لم نجد أريس. إذا لم يحن أجله بعد يا أتسيس. معك حق. آهن أيتها الأيام، اضطهدونا فأصبحنا أصحاب القلعة. ليزد الله ملكك وليكثر من فتوحاتك وليدم قوتك سيد أرطغرل. آمين. فلتسلم، أدامك الله أتسيس. لولا مساعدتك لما وصلنا لهذا يا أتسيس. لولا عزيمتك وحبك وأحلامك لما كانت الدولة لتدعمك. فليرضى الله عنك. فليرضى الله عنكم جميعا إن شاء الله. افتح الباب. قائد بامسي ألب، المبايعون البيزنطيون. حسناً حسناً، خذوا أسلحتهم ولينتظروا. بأمرك قائد بامسي. فلتسلموا لنا كل أسلحتكم. أهلا بكم في قلعة قائد الكاي سيدي أرطغرل. سأخبر السيد أرطغرل بعرض حاكم بيلاجيك. ومن تكون؟ قائد الجند في بيلاجيك أنجيلوس. حسنا حسنا، إذن فلتنتظر هنا لبعض الوقت، والسيد أرطغرل سيطلب رؤيتكم عندما يفرغ من أعماله المهمة. تعلم انشغاله. دومرول، قدم لضيوفنا شرابا إكراما لهم. بأمرك قائد بانسي. هيا لنرى. بعد إذنك سيد أرطغرل، لقد انتهت مهمتي. الباي ينتظرني الآن. شكرا لك أتسيس. سيدي، ما وراءك بانسي؟ لقد جاء رسول حاكم بلاشيك ليراك. يبدو أنه عدونا الجديد. هذا ممكن،
فليأتني بسرعة إذن. دعنا نرى شكله كي نعرف كيف نهاجمه بسيوفنا. حسنا سيدي. كيف تتمنى العدو هذه المرة تورغوت؟ فليكن كيفما كان، يكفي ألا يأسرني، فقد تعبت من الأسر عند العدو. وأنت كيف تريد العدو يا بانسي؟ لا يهمني أيا كان شكل العدو، ما يهم ألا يفرق بيننا. فلتسلم سيد أرطغرل. وأنت، ما هو العدو الذي تريده؟ حصدنا أعداء كثر وخونة كثرا أيضا، وبعد كل هذه الحروب قناعتي في طبيعة العدو أصبحت واضحة. فهناك عدوان، عدو يختبئ خلف الحق مثل الأمير سعد الدين، وهذا يسبب لنا جرحا عميقا، والنصر عليه خسارة، وصعب جدا أن ننظف الفتنة التي ينشرها. ونوع الأعداء الثاني واضح ونعرفه، وحيله نعرف التعامل معها، وهو أقل خطراً من الذي قبله، الذي يظهر الصداقة ثم ينصر الأعداء بعد ذلك. هذا سنخوض معه الكثير من الحروب، حروباً قاسية. نحن انتصرنا على الكثير من أمثاله من قبل، لكن خسرنا الكثير معهم. وحان الوقت لكي نتعلم درساً من الخسائر. الضعف الذي رأيناه سوف يجعلنا أقوياء. هل فهمتم؟ نعم سيدي. نعم سيدي. والآن أحضر الضيف إلي يا بانسي. حسناً سيدي. الهمجي المدعو أرطغرل يحارب بالإيمان وليس بعقله تيتان، ويجب أن نهاجمه نحن بإيماننا أيضاً. يجب عليك إنهاؤه بضربة واحدة إن كنت تريد أن تنتقم. أجل، ضربة واحدة، لكن كيف؟ يجب أن يظن أننا انسحبنا واختفينا من هذه المنطقة، وفي هذا الوقت سنقوم بالاستعداد من أجل ضربه في نقطة ضعفه. دخول القلعة أو القبيلة مستحيل، هو ينتظر هجومنا في أي لحظة وقد أخذ احتياطاته. يوجد مكان واحد لنتسلل إليه وننصب فخا. سوق الخان. سوق الخان. أنا القائد أنجلوس، وأحضرت السلام لك من حاكم بلاجيك. أرسل هذه الراية البيضاء لكي يبين لك حسن نواياه. لماذا أرسلك حاكمك إلى هنا والحرب قد انتهت حديثا؟ لقد انتصرت انتصارا كبيرا سيد أرطغرل، ولهذا استحقيت تقديرنا. لم آتي إلى هنا للحديث عن الحرب، بل للصلح معكم. الحاكم الذي كان هنا قال الكلام ذاته، آمل ألا تكون مثله أيضا. سأقول ما جئت من أجله. نحن نريد أخذ قلعة كراجيسار هذه منكم، وبالمقابل سوف نقدم عرضاً يعجبكم، وهو الضرائب في أراضي كراجيسار وبلاجيك، ورأس الحاكم أرس معهم. قلعة كراجيسار والأماكن كلها التي رأيتها في طريقك وأنت آت من بلاجيك، هي أماكن حاربنا فيها وأخذناها بالسيوف وبدماء شهدائنا. وإن أردتم الآن
أن تأخذوا ما هو ملكنا، فيجب أن تستلوا سيوفكم وأن تكونوا جاهزين لتضحوا بدمائكم. سيد أرطغرل، لقد جئت كي أفاوضكم ونستطيع أن نتوصل إلى حل، ففكروا. إن مجيئك إلي بهذا العرض يدل على عدم معرفتك بي حتى الآن. فالرجل الذي يبيع صديقه الذي التجأ إليه لا يوثق به في الصلح أيها القائد. أما رأس أرس فسأقطعه عاجلاً أم آجلاً. الأفضل لكم الآن أن تحافظوا على رؤوسكم وتتركوا موضوع أرس لي. عاد إلى قلعتك. قل لحاكمك أن يفكر جيداً ويدرك بأن احتضانه لأرس سوف يوقعه في نار لن يخرج منها أبداً. سأعتبر أني لم أسمع عرضكم. إن كلامك هذا يدق طبول حرب جديدة. خوض الحرب بشرف هو أفضل لي من خوض صلح جبان مع أمثالكم. جئت إلى هذه الأرض فقط لتدمير وكر شركم. يمكنك الذهاب. سيد أرطغرل، قلت لك إن من سيأخذنا إلى أرس سيأتي قريبا. بعد إذنك سأختفي أثر أرس واعتبرها آخر مهمة. شكرا لك. خذ محاربا معك أتسس واتبع هذا القائد. اعلم أين يخفون الحاكم أرس ثم أبلغني. بأمرك سيد أرطغرل. سيدي، أخونا أتسز ذهب خلفه، وماذا عنه؟ إلى أن يأتي جيش الإمبراطور من نيقيا سيفعلون ما بوسعهم لإضعافنا بامسي، ويجب علينا أن نحتاط لكي نفسد مكائدهم التي سيحيكونها. غدا في الاجتماع سأخبر سادة الأوغوز بهذه الاحتياطات، وبعدها سنحل مسائلنا الداخلية. هل أخبرتم تجار سوق الخاني بأني سأتي إليهم بعد الاجتماع؟ أخبرناهم. جيد، ليعلموا هم أيضاً ما الذي سيفعلونه في الأيام القادمة. ما وضع قبيلتك تورغوت؟ وصلت قبيلة بهادير ويريدون رؤيتي هناك. حسناً إذن، عد إلى قبيلتك وقم بدعوتهم إلى خيمتك. أخبرهم بالوضع، فإن أطاعوك فدعهم يستقرون في مخيمك، وإن رفضوا إطاعة أمرك وإن أخذتهم العزة بأنفسهم فما عليك إلا أن تخبرهم بما سوف نفعله. أمرك سيدي. فلتسلم. إنه لا يدرون نطمئن. ما الوضع جوكتوك؟ لما استدعاني إليه؟ سألت أحد المقربين منه، لا أحد يعرف شيئاً حضرة الأمير. ولكن... لكن ماذا؟ هناك مبعوث من قلعة كرجيسار هنا. مبعوث أرطغرل؟ يا حضرة الأمير، سلطاننا بانتظارك. الأمان في قبائل الترك هو أمان لدولتنا. وهل حملة الشرق لأجل هذا أيها السلطان؟ نعم،
لقد أردت أن أظهر لهم القوة التي يمكنها أن تواجه المغول، وهي قوة قبائل الترك باتحادنا معهم. فلتقوموا بالتجهيزات بسرعة. تحت أمرك مولاي. لقد طلبتني مولاي السلطان. مبعوث أرطغرل جاء إلي أيها الأمير سعد الدين. حقا؟ ماذا يريد السيد أرطغرل؟ السيد أرطغرل فتح قلعة كراجيسار أيها الأمير. هل دهشت من الأمر؟ سررت مولاي السلطان، لقد دهشت من كثرة السرور، وأتمنى أن يكون السيد أرطغرل قد علق رأس ذاك الكلب أرس على باب قلعة كراجيسار. الكلب أرس نجح في الهروب منهم،